صحيح أن القطري تكيف مع بيئته المدنية الجديدة بامتياز، من خلال عجلة التنمية أحدثت تغييرات مذهلة وتحولات متسارعة، إلا أن ذاكرة الصحراء يحكمها منطق الوفاء، وأولى تجليات الوفاء المحافظة على التراث. وما عرف الإنسان علاقة أقوى بمحيطه من علاقة ابن الصحراء بالخيل، فبغت بنت بيئته وحافظت تراثه وعبق ماضيه. وهذا مربط الفرس. اليوم احنا على طريق الشمال باتجاه قرية صنيع الحميدي، وهناك مربط صنيع الحميدي لصاحبه عامر بن محمد الحميدي، المربي والمدرب اللي يملك خيول عربية أصيلة، في أول حلقة من بنات الريح، البرنامج اللي بيصحبكم في كل أسبوع إلى مربط قطري. حالك؟ الله يعافيك، يسلمك، الله يسلمك. ولدك محمد بن عامر. حالك الحمد لله. ساك طيب، ساك بخير. شلونك الله يسلمك؟ الله يطول عمرك. ساك طيب. حالك؟ الله يرحمك. ما شاء الله المكان ما يضيع. الله يجزاك خير، ما حلك. الله يطول عمرك، الله يرحمك. والديك الله يسلمك، يا مرحبا. الله يجزاك خير ويسلمك. طبعا أول مرة تجي أنت. إيه، أول مرة جيت. يا مرحبا. الله يجزيك. يا مرحبا. هذا آخر اسطبل احنا سويناه خلصناه. إيه. راعينا وضع الخيل فيه، سلامته وراحته في الغرف هذه. ما شاء الله التكييف وش الراديتر؟ هذا تكييف نفس البيوت المحمية. أيه. على تبريد على الماء. أيه. أيه مع الخيل ناجح يعني، ما أدري الغرض. نعم. والزين فيه إن التكييف الصحراوي هذا النظام اللي إحنا سويناه. أيه. كل دقيقة يتغير هواء الاسطبل كامل، يعني يدش الهواء من هنا ويطلع من هنا. يشفط المراوح هذا. أي نعم. فما تصير الريحة في المكان. كم راس عندك هنا؟ هذه هني 9 روس عندنا. إيه. هذه عارف الحصان. هذا حصانك اللي شارك فيه؟ إيه هذا السكني. ما شاء الله. هذا كنا مسمينه السكني، لكن عقب القلاية سميناه النشمي. النشمي. عقب مصاد الضبي. بالله نشمي ما شاء الله عليك. شاركت بذي بماراثون من قبل. هو حصان ماراثون. إيه. إحنا شرينا العام من السعودية. إيه. وكان راكب عند راعي 100 كيلو. لكن العام جات شوي مشكلة في يده وريحنا وبخير، السنة إن شاء الله بيدخل. طبعا هذه من الخيل اللي خذناها من مزاد الشقر، خيل ماراثون، فرس ماراثون. أخذناها العام حالياً، إحنا نجهزها حق الموسم الجاي، لها سباقات قبل وكان أداءها زين، فالسنة نجهزها وإن شاء الله ندخلها. الحين تدريبها خفيف، بركة ماشي. اللي برا البركة؟ البركة اللي برا نعم. دربون؟ تدخلها البركة. أبرد لها الحين هالأيام، يمكن تستانس الخيل على سبوع البركة. تستانس، اللي وديت البركة هي اللي تبي تدخل. خلنا نروح نشوف البركة اللي يا مرحبا. طبعاً هذا المسبح عندنا. أيه. هو يعتبر من الأشياء الأساسية في الصيف لأن الجو حار. صحيح. ما تقدر تضغط الخيل وتتعرض لمجهود قوي، وتدري الماء بارد على الخيل لما تبذل المجهود فيه ما راح يضرها يعني. ما شاء الله طويل المسبح، كم مسافته؟ طبعاً هو مسافته من برا تقريباً 50 متر. أيه. لكن المسافة اللي تسبح فيها الخيل 28 متر. 28 اي سلوب هاي نازل. اي سلوب من هني نازل، تطلع من الصوب الثاني. تطلع من الصوب الثاني.
هذه الاسطبلات الثانيه، هاي اسطبل متقدم ذي؟ طبعا هذا الاسطبل يمكن لها الحين كمل 10 سنين. ما شاء الله خير. هذا اول اسطبل احنا بدينا فيه. اول اسطبل هذا؟ اي نعم. طبعا تفادينا الاخطاء في الاسطبل الجديد اللي دخلناه. اي. لكن بعد يعني ممتاز، خيلنا الخاصه موجوده كلها فيه. حياك، خلنا ندخل داخل نشوفه. هذا اول اسطبل بدينا فيه. بنينا هذا 10 غرف. في الاسطبل هذا. هذا الحصان ايش بلاه ملثم؟ هذا عندنا، هاي طبعا ملثم لان احنا نعطيه قياس وجبات معينه. اي. لان هذا من الخيل الماراثون اللي لازم تاكل وجبه معينه، لازم ما يزيد وزنه في فتره الصيف عن وزن معين، علشان بدايه الموسم نقدر نبتدي معاه في التجهيز بسرعه. زين ما تقلل عليه شوي الاكل؟ قللنا عليه الاكل، بس هو نحط اللي معه عشان ما ياكل المنجره. يعود على المنجره. اي نعم. ما شاء الله، هذه كلها خيل ماراثون اللي موجوده هنا؟ لا والله، في شيء خيل ماراثون، شيء جمال. هذه عندنا فرس، هاي مصريه بعد. ايه. هذه اول فرس حق عمي خذها. خط مصري. خذنا منها 3 ابطن تقريبا. ما شاء الله انفجر. ايه، وشبيناها الحين اخر مره على سيف الحصان فحل عند مزرعه الوهر. جمال ولا؟ جمال. هذا خط مصري جمال. هذا عندنا الحصان هذا. ايه. اسمه مراد بوزنيقه. مراد بوزنيقه. اي نعم، هاي حصان عربي، هو اللي كنت افوز عليه وبنينا الاسطبل. ما شاء الله. اي، كان هو يركض السباقات وكان يحصل جوائز ونبني الاسطبل. ما شاء الله. فبدينا معاه الحصان هذا حق ولد عمي. ما شاء الله. بعدها الحين يشارك ولا؟ الحين لا، الحين خلينا حق القلايل بس. بس القلايل؟ اي بس الحين يدش القلايل. ويتمرن ويا الخيل الباقي؟ يتمرن مع الخيل. بس ما عاد دخله ماراثون. لكن خلاص هو له فضل على المكان هذا، هو أيه. يعيش حياته كلها ما عاد يقدر يقول له شيء. هو راعي المكان ما يحتاج. نعم. وهذه هاي وش فرس مثلي دي. هذه بعد فرس العام اخذناها من السعوديه. ايه. ماراثون. دربناها دشت السباق ويانا. فضت 70 كيلو ووقفت. فبعد ما ريحناها بشهر اكتشفنا ان الفرس باطح. سبحان الله، ما تدرون بها انتم قبل؟ ما درينا بها، لان شريناها من الرعيه قال انا جديده ماخذها. ما ادري بها. فقعدت لها شهرين تقريبا عقب السباق وقفلت، جابت لها فلو. ما شاء الله. اي. هذا بيدرب ماراثون؟ هذا ان شاء الله مجاله ماراثون. ان شاء الله. ان شاء الله. سميته ذيك؟ محمد سماه مبروك. مبروك. على حصان بطل عندنا اسمه مبروك. ما شاء الله. ايش بتروينا الحين ابو محمد في المرطب؟ روح البدك برا. تفضل حياك. طبعا هذا البدك. اي. نهد فيه الخيل على حسب الجو الوقت اللي احنا فيه. احنا في القيض نهدها اول الصبح. ايه. البراد. الظهر طبعا تقيل في غرفه الخيل. والعصر ترد تظهر. طبعا الخيل بالساعات، في بعض الخيل تطلع ساعتين، بعض الخيل تمسي داخل. خلونا تمسي في البدك. يمشي في البدك هنا. طبعا هذا الوكر تونا احنا شغالين الركبه. ايه. ما عندنا خبره ووكر، ما قد استخدمناه. كم مساحته هذه؟ هذا يشيل 6 رؤوس، قطره 20 متر. ركبوا الربع على الخيل قبلي ونصحوني به. هذاك وش بعد؟ بدك ثاني عندك؟ هناك بعد بدك ثاني عندنا خيل فيه. ما شاء الله، البدك محمد اكبر من ذاك اشوفه. البدك هذه نعم، هذه اكبر من ذاك. طبعا هذه الحصان يرتاح فيه اكثر. هي. يقدر يركض ياخذ راحته اكثر من ذاك البدك. وهذا شوي مفتوح المسافه قدامه. انا اشوف هني المكان ابرد وايد. صحيح، هاي مكانه مفتوح اكثر. احنا يومنا وياك طويل ابو محمد، الله يعينك علينا. يا مرحبا، نكمل سوالفنا. يا مرحبا، خلنا نتقابل في حياك. طبعا انا بديت مع الخيل سنه 97، لكن كل هالقطر هالخيل. من اول عن شيبانهم كلن يقني الخيل وكلن يركبها ويحبها. لكن صارت لي الفرصه اني رحت عند احمد مخالد الحميدي في اسطبله وتعلمت ركوب الخيل. وبدات معي رياضه الخيل الى اليوم اللي انا فيه. انا حبيت الخيل بزياده في مجال الماراثون. خذت تجربه السرعه مع شاره الريان، كان لي اداء جيد في البطوله. لكن رياضه الماراثون تشدني لان هي رياضة يعني تكون لي الحرية في التدريب وفي الأماكن، ورياضة قريبة من البر، بعيد عن المنشآت وعن المباني.
موقع مزرعتنا صنيع الحميدي شمال الدوحة. طبعا صنيع هي قرية صغيرة على طريق الشمال، والمزرعة خلف بيوتنا على طول. قمنا بتصميم الاسطبل في البداية على حسب احتياجي أنا كمالك أو كصاحب هواية. طبعا من الأشياء الضرورية في الاسطبل أنها تكون عند بعض البودكات والمسابح والووكر. يعني الغرفة هي عبارة عن 4×4 متر كم بيمشي فيها الحصان، مو بالمكان الطبيعي اللي هو عايش فيه، فيحتاج يكون له مكان كبير يقدر يركض، يقدر يمشي، يقدر يتمرغ. يعني احنا نلاحظ الخيل التمرغ، التمرغ هذا مهم جدا للخيل، عنده عصبة في ظهره، عنده ألم فيه، إذا تمرغ يفك. طبعا من الأشياء اللي العام سويناها احنا، اللي عام جزاه الله خير سوالنا البركة. البركة في جو مثل جونا في قطر مهم، فترة الصيف هذه ما أقدر أنا أدرب الخيل بسبب الجو، فالبركة تعوضني في تمرين الخيل، لكن في نفس الوقت هي خطرة. يعني لابد أن يكون لها طريقة في دخول الخيل وخروجها، نوع الحصان هذه نشيط جاهز مو جاهز. احنا بدينا السنة اول تجربة لنا ندخل في البركة ندخل الخيل، فكنت ابدأ ادخل معاها بثلاث لفات، يدخل الحصان ويطلع من الصوب الثاني ويمشي ويرد يدخل لمدة اسبوعين. يعني ثلاثة ايام ادخلها وثلاثة ايام اريحها وارد ثلاثة ايام ادخلها، لحد ما عرفت ان الخيل قدرت انها تستحمل، صرت اكثف عليها التمرين. ونغتنم فرصة وجودنا في مربط الصنيع الحميدي، وبيعرفنا الفارس عامر أكثر عن المربط وعن قصص الخيل اللي مرت عليه. الاسطبلات اللي موجودة عندنا 24 غرفة، في السابق كانت عندي اسطبل واحد، لكن طلبات الناس كثيرة بالغرف، كل الناس تبي غرف، يعني خصوصاً فترة الصيف الناس اللي تبي تسافر ولا تروح تبي غرف. فضل الله الاسطبل كسب سمعة طيبة في العناية بالخيل، الناس تزورنا تشوف خيلنا، تشوف تصرفنا معاها وعنايتنا فيها، فصارت الناس تأمن أنها تحط خيلها عندنا. فكثير من الناس يطلبون أن احنا نوسع في الاسطبلات ونبني اسطبلات جديدة، فقمنا ببناء اسطبل جديد علشان نوفر لهم غرف جديدة. لكن الناس اللي تأجر، طبعا عندي أنواع مختلفة، عندي نوع حاب أنه يدخل في الرياضة وما عنده أي معرفة فيها، وحاب أن تكون عند البيئة اللي مارس فيها الرياضة، فهذا يحتاج أن يجيب الحصان ويجلس عندنا ونكون إحنا مشرفين عليه في ركوب الخيل. عندنا نوع ثاني لا، هو يركب خيل وعنده حصان لكن ما عنده ناس يركب وياهم، فإحنا عندنا في الاسطبل عندنا ركوب صبح وعصر. في عندنا نوع بعد لا، هذول ناس محترفين، ناس أصحاب إنجازات عندهم فريقهم الكامل اللي يباشر الخيل، فقط يبون مكان يحافظ على خيلهم في فترة الصيف، يحافظها من الحرارة، تكون الخيل في جو بارد ما تتعب، أكلها زين، نومها زين، وفي نفس الوقت تكون قريبة منا، إحنا إذا شفنا عليها أي ملاحظات وهم مش موجودين نبلغهم فيها. يعرف كل مربي خيل أن الاهتمام بنظافة الحصان أمر ضروري للمحافظة عليه، من خلال غسله وتدليكه بقطعة مر بانتظام على كامل جسمه لتنشيط دورته الدموية وتريح عضلاته. لا
لكن الأهم هو فحص وتنظيف الحافر من الرمل أو النشارة أو الحجارة، لأن سلامة الحافر من سلامة الحصان. موسم الصيف عندنا موسم صعب، احنا هالخيل نحسبها من نص 7 الى 20/8، هذه يعني هذا اصعب وقت يمر علينا، فنضطر ان في الفتره هذه نحاول كثر ما نقدر نوقف الخيل من عن اي تمارين الا التمارين الخفيفه اذا كان الجو يساعد. لكن الخيل اللي ما تكون في مكيف او في جو لطيف شوي او ما عليها مراوح، تكون الخيل دائما معرضه للمغص او للحصار. طبعا الحصار عند الحصن، فالمغص هذا مشكله، يعني اذا الحصان او الفرس عندي جاء مغص وانا مو بحوله تم فتره طويله، الحصان دائما احنا نعرف انه في مغص يطيح ويقعد يتمرغ، وكل ما زاد عليه الالم كل ما تمرغ زياده بعض الخيل تكسر ضلوعها من كثر ما هي تتمرغ وتموت. طبعا الخيل اسرارها وايد، يعني من خلال ما نشوف البرامج اللي على الخيل والباحثين فيها، من الأشياء اللي أنا شفتها لاحظتها وصرت حريص عليها إن الخيل الله سبحانه وتعالى خلقها من ريح، فالخيل تحب السرعة وتحب الجري والجري بأعلى سرعة. لكن يعني شفت في البرنامج إن أثناء السرعة عند الخيل يساعدها على إنها تحذف الدود من بطنها، يعني كل الحيوانات قد يدود في بطنها تأكل طعامها وتسبب لها ضعف، فالحصان إذا قلب وراح على سرعة عالية يساعد إن الدود هذا يظهر من بطنه، يفك الدود من بطنه، الدود يعض في البطن ويتم قابض، فلما يركض الحصان يفك الدود ويظهر من بطنه. فسبحان الله، يعني إحنا يمكن هذه بعض الأشياء ما نكون حريصين عليها، فنخلي الخيل في غرف صغيرة فما تقدر تركض. نحن بعد نحب الخيل اللي فيها الدم العربي. احنا نلاحظ السلالات اللي اليوم موجوده في العالم، سلالات كثيره موجوده، وكل يوم تطلع عندنا سلاله من تهجين وتهجين وتهجين. لكن انا كذا الفتره اللي انا عشتها مع الخيل، يعني لاحظت ان الحصان اللي فيه اصل عربي قوي احب لي من الخيل اللي تجيك ثيربريد او فول ثيربريد. يعني الحصان العربي يحس فيك لما تمشي معاه وانت تقوده، ما يدعمك لما توقف وتكلمه، تحس ان الحصان يفهم لك. لما تكون معاه في سباق تحس انه هو مشاركك وانه هو عايش جو معركه، يقاتل، هو يقاتل معاك، مش ينتظر انك انت تطلب منه. فهذا اللي حببني زياده في الخيل العربيه. الخيل عند العرب قصصها وايد ومواقفها كثيره، والله سبحانه وتعالى عزها. يعني هي الخيل اللي احنا من عرفنا الفتوحات الاسلاميه وقتالها ومساهمتها في الحروب هذه كلها لها فضل كبير عند الناس. إلى اليوم الله سبحانه وتعالى عزها في كل مكان في العالم، تحصل الخيل في أنظف مكان وأحسن مكان وأهم مكان، لكن عند الناس الأول هي الوسيلة التنقل عنده. طبعا اللي راكب فوق الخيل يعني يعتبر اليوم من الفئة الجيدة عنده في المجتمع. لكن كانوا الناس يحبون يفضلون الفرس على الحصان، وكانوا ما يولفون خيلهم، يعني ما يخلون الخيل التوالف مع الخيل الثاني، لأن الأول العرب كانوا في حروب وفي معارك وفي غزو، فكانت الخيل إذا توالفت مع بعض وروحت عن ولفتها قامت تصل تدورها، فهذه تكشف الفارس اللي عليها، يعني يدري القوم إن في حد جايهم ولا حد غازيهم، فما كانت الناس تولفها. تدريب الخيل يبدأ بعد انسجام الحصان مع الخيال وبالصبر والتكرار، والأهم وجود الرهبة في شخصية المدرب، ولازم يكون حازم ويمكن قاسي في بعض الأحيان. في مجال تدريب الناس المبتدئة، يعني أنا عني أفضل أن أنا ما أدرب واحد قريب لي أو ولد صغير يكون قريب مثل ولدي، ولد أخوي، ولد خالي، ولد عمي، يكون قلبي رقيق عليه. ولد صغير وأنا أمارس الرياضة فمر بالتجربة اللي هو اليوم موجود فيها، فما يكون قلبي قاسي عليه.
ففي المراحل اللي مثل هذه مثل اللي عندي محمد ولدي يوم بدينا مع تمرين ما دربتها. قلت حق السياس عندي والخيال انتوا اللي باشروا. خلوا يركب وخلوا يتدرب. إلين خذ له اسبوع خمسة ايام وقام الولد يتمكن، عقب جيت انا وقفت عليه وقمت اعطيه الملاحظات في قبضة الجام، في الوضعية، في الركاب، تصرفات الحصان. فعادة ان الاب او الخال ما يكون قاسي على الولد، والفروسية تحتاج لها واحد قاسي. الخيل مجالاتها وايد ومحبينها وايد، كل الناس تحب تقني الخيل. لكن كثير من الشباب نسمعهم اليوم شرى له فرس وحطها عنده في محله وعقب فترة اما هداها ولا باعها ولا صرفها. فهذه مشكلة دائما انا اشوفها تتكرر عند كثير من الشباب. انا اليوم نصيحتي للشباب كلهم دور لك البيئة اللي تركب وتستانس معها. يعني اليوم رياضة الفروسية صارت لها عدة مجالات. يا اخي انت ما تحب المدن، ما تحب سباقات السرعة، عندنا سباقات الماراثون، عندنا القلايل، كلها بيئة انك تركب الخيل فيها. فانا انصح كل واحد حاب انه يركب لا يركب الا مع رجال فاهم، يوجهه، يعلمه كيف ركوبه صح غلط، الحصان هذا اللي هو راكبه حصان جيد ممكن يقطه ولا ما يقطه، فيكون حريص فيها. يعني انت تشوف نفسك فارس اركب مع فرسان. قطر اليوم تعد موطن الأجمل وأسرع الخيول في العالم، والسبب عشق الخيل مغروس في نفوس أهلها، وسباقات الخيل من الرياضات القديمة عندنا، ويكفي أن العرب بنوا أمجادهم على متون الخيل العربية الأصيلة.